pick, Mark. Come on, did, man. وبجي منساعد برمجتي منساعد نتعمل فقرة بشتغل أنا بحقل الفاشن فاشن ديزاينر وكل ما يصير لي فرصة بجي نطبخ بالبيت منحضر الأكل بالبيت ومنجي منتعمل فقرة هحطلكم مي للشرب لا لا مرسي أبونا ما بدك مي؟ بدي أشكر ربي لأنه هو اعطاني هالفكره اعطاني هالفرصه بدي اشكر الناس اللي بيجوا على هالمكان لانه هنا عم بيعطوني هالسعاده حبينا يكون المطعم السابع رقم سبعه هو رقم الكمال انه يكون عن جد كامل لانه العائلات اللي عندها ظروف حلو يجوا على مطعم فيه جرسونيه مطعم غير شكل يقدروا يعملوا اعياد بلادهم حفلاتهم مناسباتهم مثل ما شفتوا المطعم كيف هو مقسم جوا بيصيع 100 شخص مع التراس بعدين رح يصير 220 شخص الساعه أعطينا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في سنة الهدف منه من التنين لجمعة يتغدوا فيه كل العائلات المحتاجة بمنطقة جبيل قبل الظهر من عشية الهدف منه يوم أنت أخي يوم المقاصد يوم المبرات يوم سيزوبان يوم سيد الأحمر من عشية مع برنامج لهم الهدف منه لجيبهم ليشوفوا جبيل الأحلى جبيل هي أكثر منطقة سياحية بيجوا بيروحوا بالشخطورة بالبحر ببلاش على القلعة على المتحف بيزوروا الأماكن المقدسة وبيرجعوا بيجوا بيتعشوا هون عايزين شيء؟ على البروجرام تبع الحبس اللي قلنا فيه 10 سنين نتعاون نحن مع غير جمعيات فأكبر تعاون كمان بيصير مع الأب مجدي لأنه قلنا 4 سنين بنساعد ناس عندها كان أمراض نفسية داخل السجن وكبار بالعمر ايه؟